تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. لدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع. وقد رافق جلالته أيده الله خلال الزيارة اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. وقد استمع جلالته أيده الله خلال الزيارة إلى إيجاز حول خطط تطوير قوة الدفاع معربا عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مؤكدا أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها دائما شاكرا جلالته لهم جميعا الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم والتأهب الدائم خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات. ومؤكدا جلالته أن البحرين تتطلع دائما إلى أن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع متمنيا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى لرجال قوة الدفاع البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم النبيلة.